هذه الحلقة برعاية خدمات التدريب المقدمة من المدربة ومقيم الجودة المعتمد سارة العلي. من خلال برنامج مهارات القهوة يمكنكم الحصول على شهادة معتمدة من جمعية القهوة المختصة العالمية في عدة دورات، منها مهارات الباريستا، مهارات تحضير القهوة اليدوية أو المقطرة، ومهارات العلوم الحسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على التفاصيل في أسفل الحلقة. أهلا وسهلا فيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست يوميات خبير قهوة من منصة Map It Forward. وأنا عارفة أنه طولنا عليكم الغيبة، إن شاء الله تكونوا اشتكتوا لنا، ونوعدكم أنه إحنا راجعين وراجعين بقوة مع ضيوفنا المميزين دائما. خلونا نرحب اليوم مع ضيفنا الأستاذ تركي القرشي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك يا أخت سارة، الله يكرمك وبارك فيك، شاكر ومقدر. إذا ممكن أستاذ تركي تعرفنا على نفسك. طيب، بما أنك بديت بالقهوة فأنا حبدأ أعرف نفسي من ناحية القهوة ابتداء. أنا دائما بقول تركي القرشي محب للقهوة، أنا حتى كذا في التعريف في السناب كاتب محب للقهوة. فتركي القرشي محب للقهوة، الرئيس التنفيذي لشركة حفاوة، نائب الرئيس لتجمع ملاك المطاعم والمقاهي رواد الضيافة، مؤسس مجلس الضيافة تجمع ملاك المطاعم والمقاهي في السعودية، عضو مجلس إدارة جمعية قوت المنطقة الغربية، ومستشار لبعض الشركات المستثمرة في قطاع الأغذية والمشروبات. جميل، ما شاء الله. طيب، اليوم احنا نبغى نستفيد من هذه الخبرات، ونبغى نتكلم زي ما اتفقنا عن ريادة الأعمال أو التجارة بشكل عام في قطاع الضيافة. فإذا ممكن نسألك السؤال، من هو رائد الأعمال؟ سؤال جميل، لكن أنا عندي دائم فلسفة مختلفة، خلينا نبدأ فيها وبعد كذا نرجع للأصل. أنا بالنسبة لي ريادة الأعمال هي حلم لأي شاب الآن داخل قطاع التجارة كمسمى، لكن لازم عليه أنه يفرق بين ريادة الأعمال وممارسة العمل التجاري. ممارسة العمل التجاري هي شيء أكبر، لكن ريادة الأعمال أسلوب من الأساليب للدخول للقطاع هذا. خلينا نجي نشرح الكلمة في الأساس. الأعمال معروفة إيش هي، هي ممارسة التجارة يعني بشكل خاص، لكن خلينا نجي نشوف إيش الأصل من كلمة ريادة. طبعاً لو جينا في اللغة العربية، الرائد من هو أساساً؟ الرائد هو إذا صح التعبير من أخذ زمام المبادرة وأخذ الريادة عن مجموعة من الأشخاص عشان يستكشف شيء جديد. ففي صفات شخصية يجب أن تكون في الرائد، وصفات مكتسبة يجب أن تكون في الرائد. ولو جينا أسقطناها على واقع الأعمال، الصفات هذه تقريبا هي نفسها، ومن ضمنها الجسارة، أخذ المخاطرة، والتملك من بعض الأدوات في السوق اللي انت راح تكتشفيه. فريادة الأعمال أطلقت أساسا على أي شخص يملك الجسارة والمخاطرة العالية إنه يخوض غمار تجربة تجارية جديدة أو فتح أسواق جديدة، وبالذات تواكبت مع فتح أسواق جديدة في الناحية التقنية. فريادة الأعمال في الغالب ربطت بهذا المجال. جميل. طب هل في فرق بين شخص وشخص؟ يعني هل ممكن واحد يكون ينفع يكون رائد أعمال وشخص ما ينفع يكون رائد أعمال؟ إذا جينا أخذناها على التعريف اللي موجود الأيام هذه عن ريادة الأعمال، اللي هي كونك تكون مبادر في قطاع التقنية والقطاعات الجديدة اللي ما سبق وتم الاستثمار فيها، نعم في فرق من ناحية السوق اللي انت رايح له، لكن في الأساس الغالبية اللي موجودة الآن من الشباب اللي يطلق عليهم رواد أعمال، التفكير المنصب هو ممارسة عمل تجاري بتقنيات حديثة بشكل أكبر. فهي ممارسة من ممارسات التجارة، والتجارة لها مواصفات أساساً، يجب أن يكون عندك مواصفات شخصية ومواصفات مكتسبة، ومن ضمنها خلينا نقول المغامرة، الجراءة، تحمل المخاطر، وبالتالي تكون أنت قادر على خوض غمار الأسواق الجديدة هذه، بالذات أنه أسواق لم تفتح سابقاً. طب يعني ممكن نقول أنه رائد الأعمال هو التاجر، بس التاجر ما ينفع يكون رائد أعمال، أو أنه
يعني رائد الأعمال شاملة أكثر ولا التاجر شاملة أكثر؟ ما أنا قلت لك إن إحنا عندنا تكتين في مشكلة، مشكلة آه. في الهدف من ممارسة ريادة الأعمال، أوكي، والمشكلة الثانية في التعريف الفعلي الآن لريادة الأعمال، أوكي. لكن خلينا أوكي. نتفق على الممارسة اللي هي خوض الغمار. تقدري تقولي إنه الآن التجار الجدد هم رواد الأعمال. حلو، جميل. طب إيش يعني لما تقول مثلاً إنه شخص مخاطر إلى حد ما؟ يعني مفروض يكون مخاطر، صح؟ يعني مخاطرة عن مخاطرة تفرق، والتاجر في نفس الوقت هو شخص بخاطر يعني عنده مبلغ من المال وقاعد يستثمر فيه، فهو مخاطرة. أو مثلاً لما أنا أروح وأبغى أشارك ناس، هذه برضو مخاطرة، فنقدر شوية نتكلم عن هذه المخاطرة. ايش اللي يفرق؟ اللي يفرق انه المخاطره في حاجات معروفه مسبقا، اوكي؟ ليتس سي خليني اقول تجاره العطور مثلا، خليني اخر شويه عن الضيافه. تجاره العطور معروفه مسبقا، اي واحد ممكن يعني يفتح محل عطور يقدر يعمل بنش ماركينج لمحلات ثانيه اوريدي شغاله. لكن تجاره العطور اونلاين كانت هذه نوع من الرياده، من السبق، لانه غير موجوده سابقا، وفي الغالب الناس ما حتشتري العطر لين تشمه، هذا الأساس. فكونك إني تدخلي سوق بيع العطور أونلاين، أوكي، فهذه فيها مغامرة كبيرة جدا، لأنه ما في سابق تجربة تجارية صارت كذا. فهنا يطلق عليها ريادة أعمال، كونك نقلت المنتج هذا من سوق التقليدي لسوق جديد. طيب معلش سؤال كمان في نفس أبدا. الموضوع، لو مثلا الآن نشوف موضوع الكافيهات، لو أنا مثلا فتحت كافيه نفس الكافيهات الموجودة، هل يعتبر هذا الشخص اللي فتح كافيه جديد من رواد الأعمال؟ لأنه كثير من الناس أول ما يفتح كافيه أو مقهى على طول يعتبر نفسه رائد أعمال، فهل لازم يكون في مواصفات معينة في المشروع اللي تأهلني أكون رائدة أعمال أو رائد أعمال؟ نعم، الأهم شيء إنه يكون في ممارسة جديدة أو سوق جديد يفتح، إن تخوضين غمار تجربة ما حد سبقك فيها، فهنا تكون الريادة. يعني هل هو خلينا جانب نقول الابتكار مثلا؟ ليس الابتكار في الخدمة، أوكي، الابتكار في خلق سوق جديدة أو حل، خلينا نقول مشكلة غير يعني مطروقة سابقا. خليني أقول لك مثال، يعني في سوق المقاهي، أوكي، كان النموذج السائد في السعودية خلينا نقول قبل 2013 هي محلات القهوة اللي أطلق عليها مؤخرا الآن الكوميرشال. فكونك إنك تدخلي بمنتج جديد في التحضير، أوكي، وفي التقديم اللي هو القهوة المختصة، هنا بدايتها كانت فيها ريادة أعمال. الآن أوكي. ما أتوقع أن احنا نطلق عليها ريادة أعمال، لأنه صار في نضج في السوق من الممارسة هذه. جميل، كذا قفلنا على موضوع التعريف. خلينا نشوف، لأن هذه سلسلة من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن ريادة الأعمال بشكل عام، وخلينا نروح للحلقة القادمة إن شاء الله. وفي نهاية حلقتنا أتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتعة. أعزائي، شكرا لمتابعتكم وحسن استماعكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا، ونتمنى أنكم تكونوا جزء من مجتمع مابت فورورد. إذا حابين تنضموا لنا ادعمونا على صفحتنا في منصة باتريون patreon.com/mapitforward.